عايزك يا احمد برضو تقيم لي محترفي النادي الاهلي سواء بيرسيتاو مع جنوب افريقيا، علي معلول مع تونس، اليو ديانج مع مالي. هنتكلم بالارقام، يمكن علي معلول هو اللي واخد اعلى تقييم، اعلى من بيرسيتاو واعلى من اليو ديانج. نبدا الاول مثلا ببيرسيتاو قدام مالي. بيرسيتاو لعب 90 دقيقه، لمس الكوره 56 مره، عمل 5 محاولات على المرمى. بيرسيتاو في مباراه جنوب افريقيا ومالي، المحاولات الصحيحه لبيرسيتاو 3، طبعا ضيع ضربه جزاء وده اللي قلل التقييم بتاعه، ان هو ضيع ضربه جزاء كانت نقطه التحول في الماتش، ان بدل لما كانت جنوب افريقيا تتقدم مالي هي اللي رجعت. طبعا تاكلينج صحيح 5، فاز بالتحامات ثنائيه 6 من 14، ارتكب اخطاء 4، حصل على تقييم 6.7 من 10. بيرسيتاو اخذ 6.7 من 10. اما اليو ديانج اللي كان بيلعبه بقى في منتخب مالي، كان بيلعب جنوب افريقيا، ارقام اليو ديانج قدام جنوب افريقيا، لعب 78 دقيقه، لمس الكوره 57 مره، صنع فرصه، عمل محاولتين، فاز بالتحامات ثنائيه 5 من 10 نص الالتحامات، وتاكلينج صحيح 4. اخذ تقييم في الماتش ده اليو ديانج 7 من 10، وكان هو عمل البري اسيست في الجون الثاني المالي، يمكن يعني اللي هو صنع فرص لزملائه 1 يعني، اخذ تقييم 7 من 10. علي معلول اخذ اعلى واحد فيهم 7.7 من 10، رغم ان تونس خسرت من ناميبيا الا ان هو اخذ تقييم كويس. هو علي معلول لعب 90 دقيقه، لمس الكوره 83 مره، صنع 3 فرص، اكتر من صنع فرص في المباراه كان علي معلول، صنع 3 فرص، واكتر واحد عمل تمريرات صحيحه في المباراه برضه 46 تمريره. العرضيات بتاعت معلول 5 صح من 8، التمريرات الطوليه 4 صح من 6. علي معلول اخذ تقييم 7.7 من 10، يعني معلول اخذ 7.7، اليو ديانج اخذ 7 من 10، بيرسيتاو 6.7 من 10. ده تقييم احمد ثابت ولا تقييم لا ده تقييم مواقع الاحصائيات مش تقييم. انا معلول اديله 10 لو على طول لو اعرف اديله ادي الثلاثه كل واحد 10. الجون كان من عنده. لا هو ده كانت الضربه ثابته، هو راح الناحيه الثانيه. لا الكره لما اتلعب هو كان لازم يضغط على الاوفر الاول خالص، الاوفر لما الاوفر اترفع. لا هو كان واقف هنا يا جماعه، ما هو مش اي اوفر يترفع يبقى الباك ده يا كابتن لازم يضغط، هو كان ضاغط على اللاعب. كل حاجه بتترفع يقول لك الباك كان لازم يضغط، بس هي مش عامل انت قصدك على لا الكوره، هو معلول كان واقف وهي بتترفع كان هو قدام اللي بيرفع. ايوه ما دي اللي بقول كان لازم يمنعه يعني. معلول ما بيغلطش يا كابتن.